Hello, hello, quelle semaine est-ce que nous bérons? Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui fait ma carte sur le titre de la vidéo, yo, on va dire 12 ou 1 week with me. Avant, on va dire la fête, on a 3 days with me, 12 sur le titre, mais yo, on va dire 12 ou 6 semaines. 6 semaines, cam. Maintenant le jeudi 10 mars. J'espère que vous allez comme moi. Maintenant le 10 mars, Lyoma. Khmis, 10 mars. Hedi, 16h23. Moi, je vais vous la vidéo fléchie. Et tout simplement, à part les figures. Voilà. Mais moi, je vais vous dire que je vais vous dire. Je vais vous dire que 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 je vais Et voilà, dès que nous avons commencé le make-up, il y a un autre jour. قسوني دخلت داس خريجة زوينة عندنا هادشي اللي كاين هذا ما كاين هذا ما كاين هذا ما كان هادي لا جورني ديال اليوم بقى عندنا سيمانة اونسومبل كاع سيمانة المهم نهار الاول هو كي داز نهار الخميس واخا ما بديتش معكم من الصباح بدات اوكي شي مشكل عندنا صافي واخا صراحة فراسكم ما عندي اوكان بروغرام زعما في هاد السيمانة هادي تما غدا عندي كدا غدا عندي كدا غدا عندي كدا كاين نهار تلاقي يدوزو مملين يدوزو غير في الدار فوالا ولكن ماشي مشكل المهم غادي تشوفو كلشي غادي تشوفو كيفاش ندوز هاد السيمانة هادي كاملة باخير داي تو عرفتي وما هضرت معكم من الصباح هادي ما عرفتش شحال الساعه ما تكون واحد يمكن تكون شي 3:30 بحال هكا كل 4 ديال العشيه اليوم غير الدار يس اليوم غير الدار ما خرجتش اليوم يمكن نخرج من بعد امشي نقيس واحد الحاجه نهار السبت ان شاء الله مارودين انت خصني ضروري نقيس واحد التكشيطه بيان سو غادي نوريكم كلشي المهم يمكن غادي نمشي ف نورمالمون ديك النهار كنتو سولتوني على لا سيري تورك لي كنت كنتفرج هذيك النهار راني قلتها في لا فيديو راه هي اركان تشيكوش الطائر المبكر بالعربيه وما كنتش كنتفرج فيه كنت كنعاودو كنعاودو المره السابعه ولا الثامنه ودابا حاليا كنت كنتفرج في باهت اويونو اللي سميتو لعبات الحظ كنت كنتفرج فيه ما عجبنيش بزاف المهم قلت لكم باتو يونو كملتو كامل هو اصلا قصر فيه 17 حلقه تقولوا 17 حلقه قصر واخا كل حلقه فيها ساعتين ما راه قصر بالنسبه زعما الناس اللي مولفين بحالي يتفرجوا في المسلسلات ديال تواركا راه 17 حلقه بيان سور ماشي مترجمين لا مدبلجين ديما كنخلط مترجمين مع مدبلجين مترجمين هي مترجمين هي السوتيتر ومدبلجين هي كيهضروا بار المهم كندوي على الناس اللي كيتفرجوا مولفين يتفرجوا المسلسلات ديال تواركا بتركيا الحلقة كاملة ماشي مقسطمة يعني ساعتين ساعتين ونص في الحلقة راه 17 حلقة غادي تجيهم قصيرة دونك باتو يونو فيه 17 حلقة انا البطلة جيمري بايسال كتعجبني ولكن البطل ما دخلش ليا دماغي مزيان ما دخلش ليا دماغي مزيان وبحال قلتو ما حسيتش بداك الكونيكسيون بيناتهم
فاش ما بهرنيش بزاف باتو يونو، ولكن ماشي مشكل. حاليا دابا ما كنتفرجش حتى شي مسلسل، احسن نلقاو شي واحد اخر ونتفرجوا فيه. لا اش كنخربق، كنتفرج بيان سور كي كنتفرج في كارديش لي روم وفي اشك منطق انتقام لاخواتي وعشق منطق انتقام، ولكن كيخر بحال اليوم نهار الجمعه. سو اليوم كاينه حلقه جديده ديال اشك منطق انتقام، كاينه حلقه جديده. انا كل مره فين كنتفرج فيه، دفا كنتفرج فيه نيشان فاش كيدوز التلفازه لاول مره، كيدوز ان فيت في لاشين التركيه ديالهم فوكس، راه تلقاوه ديروا اي بي تي في البوكي ديال تركيا تلقاو فوكس، راه كيدوز تما يمكن مع 8 ولا ما عرف، ما عقلتش بالضبط وقتاش. مي سينو كنخليه صافي حتى كيحطوه في فلوسي تاع عشق، كيحطوه اليوم بالليل وكنتفرج فيه الله غد لي ولا شي حاجه كنتفرج فيه. فوالا سو هادو هما جوج اللي كنتفرج فيهم دابا. اشك ما تكنتي كام، كاينه حلقه جديده كل نهار الجمعه، وكارديش ليرم حلقه جديده كل سبت. فوالا سو متابعين، هذا ما كان قسونا الدوس من قبيله ما هضرت معكم باسكو ما درت حتى شي حاجه، ما درت حتى شي حاجه سبيسيال، دونك ما صورت لكم والو. المهم دابا لقيتوني دوشت، انشف شعري، اند مورا غادي نمشيو نقيسو داكشي اللي خصنا نقيسوه. الوغ فقت فطرت فوق، لا فقت توقت فطرت، فوالا دو التتابع. صافي درت داكشي اللي كان خصني ندير. دابا جو بونس كو ما صورتش لكم فاش فطرت وداكشي. المهم دابا نبدا الميك اب ديالي، بلوطو نبدا نوجد راسي اون جينيرال. انا كيعجبني عرفتي، وانا في واحد القاعده ما كيعجبنيش نخلي حتى لاخر ساعه، كنبدا نوجد راسي 3 سوايع قبل، ساعتين قبل. المهم فريمون ما كنقدرش نبقى حتى لاخر دقيقه، جو ديتيست. سورتو كو دابا خصني ندير ميك اب ديالي، وخصني نصور فيديو، خصني اوسي ندير ميك اب لماما. دونك هادشي علاش خصني انا نوجد قبل، نوجد دغيا. صوتي اللي كاين دابا غادي ندير ميك اب ديالي، غادي نوريكم الريزلت ديال الميك اب، ولا نقدر نوريكم شي لقيطات، مي ما غاديش نوريكم اون ديتاي داكشي مزيان. علاش؟ باسكو غادي ندير اون اوتر فيديو اللي غادي تكون فيها، يكون فيها غير الميك اب اللي غادي نمشي به،
غادي نشرح لكم فيه في على زيتاب، غادي نوريكم شنو غندير. المهم تقدر تكون get ready with me، تقدر تكون make up tutorial. قاسي ولات انصاليت حيت داك البولي كنت لابسه، لبست تي شيرت باسكو جاني الصداع ما عرفتش بوحدي، ولا كيجيني الصداع الايام واخا جو بونس كاينه الشتا، مي المهم فيها الصهد. اند دابا نبداو our makeup. هاي انا رجعت ساليت فوالا، لبست هانتوما بالخير. داي 4 المهم اليوم الرابع، هادي 10:43 دقيقة دابا غادي نوضو. يس نوضو. صباح الخير. يوم انا اثنين، يوم داي 5 نهار الخامس اليوم. البارح ما صورتش لكم بزاف صراحه، عارفه ما صورتش لكم بزاف، مي كنا فريمون اون فامي واصلا ما درناش كون شوز، فهمتكم عارفين نهار الحد كيفاش كيدور، مشينا غير تغدينا اون فامي وصافي سي تو. دوك علاش ما صورتش لكم؟ صافي هذا المكان. هاي فراسكم هادي 11 ديال الليل، 11 يمكن 11 وش حاجه. مهم يعني ما هضرتش معكم من الصباح جوبونس. المهم راه كيف ما قلت لكم ما كاين ما يدار، سو بقيت النهار كامل في الدار. شنو درت؟ دوش. انا لقيتوني كنشف شعري، راه باقي فاسك من شي بلايص. المهم هاي بالكم باقي فاسك من شي بلايص. بدل الفيغني ديالي، حيت غير ان فيت كنت دايره الزرق حتى هنا في هادو لي نوار، كنت دايره فيهم الزرق، حيتو باسكو بدا كيتقشر، خليتو غير في هاد الجوج هادو فوالا، حيت فيهم ديزاين وهنا درت نوار فوالا. شنو درت عاوتاني؟ تشرشت واحد الماتش ديال الريال. شنو مزال عاوتاني؟ صافي هادشي لي درت. وشوفو المهم كما قلت لكم هادشي اللي درت صافي. دونك ما كانت حتى شي حاجه سبيسيال. صباح الخير. صباح الخير بالشعر مخربق. اليوم داي 6 وقيله، ولا داي 5 ولا 7 ما معش، يمكن نهار السادس يمكن. حنا نهار الثلاث اليوم، بدينا لا فيديو نهار الخميس، اليوم نهار الثلاث، ستوزنا جمعة السبت الحد اثنين والثلاث، دونك اليوم نهار الخامس. ولكن الخميس حسبتو سو اليوم نهار السادس فوالا، اليوم نهار السادس، بقى يومين في لافيديو، باقي غدا الاربع والخميس. شنو مازال بغيت نقول لكم؟ صافي هذا ما كان، لقيتوني يلا فقت، غادي نشوف هاد النهار هذا التو كيفاش يدوز، ولكن بان لي باينة دايز مكفس باسكو فقت الصباح كرتي كضرني. سو المهم ما عرفتش اليوم نحاول نخرج واحد شويه باسكو مليت صراحه. صافي هذا ما كان.
صباح الخير. اليوم نهار السابع في لا فيديو ديالنا. لقيتوني راه تفقس باقي منفوقه بالناس. هادي جوبونس 8 ما عرفتش شحال الساعه. المهم 8 بيل جوبونس. المهم يلا فقس. اليوم غادي نمشيو لمراكش. يس امشيو اليوم وغادي نرجعو اليوم نيت ما نبتوش امشيو فريمون باش نقضيو واحد الغرض دغيا ونرجعو. فوالا هادشي اللي كاين ويلا شوفو معانا. سلام. اخيرا وصلنا اخيرا. قولوا لي شكون لي بحالي كيحس بواحد الجوع في مراكش اللي ما كاينش في مدينه اخرى. انا تولدت في الرباط تزاديت في الرباط. الرباط هي مدينتي. ما عمرني ما سكنت في شي مدينه من غير الرباط. وفاش كنجي لمراكش كنحس بواحد هي الرباط كتبقى سبيسيال سي نورمال باسكو مدينتي، ولكن مراكش فيها واحد الجو او ماي جاد واحد الجو ما يمكنش. واخا تجي واخا تجي في البرد كتحس بالصيف تخيلوا. واخا كتجي في فوقاش ما كتجيش في الصيف ما كتجيش في لاتا كتجي في جو سي با كتجي في تقدر تجي حتى في ليفر وكتحس بالصيف واحد الجو فيها ما يمكنش. وشكون اللي شعرو كيولي زوين في مراكش؟ البنات قولوا لي شعركم واش بصح كيولي زوين في مراكش؟ علاش كنقول لكم واش بصح راه بصح كيولي زوين؟ انا شعري فاش كنجي مراكش كيولي زوين. المهم بيان سور ماشي دابا هكا ساعة حتى كنعوم كندواش كان فريمون كيدوز الوقت واحد السيمان وشي حاجة ما تتخيلوش شحال شعري كيولي زوين. سلام. هاي حنا في الرباط انا في الدار الحمد لله وصلنا مزيان مشينا مزيان رجعنا مزيان الحمد لله. شتينا الطريق جو بونس معليك 9:30 بحال هكاك. اي هادي دابا 8:45 هادي بالضبط 19:43 بحال هكاك ولا ما عرفتش 44. المهم 8:45 8:45 ديال الليل حنا في الرباط. يس كان هذا هو النهار ديالنا رقم 7 يقاس يس 7. اليوم كان هو اخر نهار في لا فيديو ديالنا هو الخميس بيسكو بدينا لا فيديو الخميس اللي فات. حنا سالينا هاد الخميس هذا اون لو 17 مارس اليوم. هادي دابا شي 12 وشي حاجه يمكن. المهم يس هادشي اللي كاين. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو جيسبر يكون عجبكم الحال معايا. ولا بغيتو بحال هاد لي فيديو هادو بحال هاد لي فيديو هادو خليو لي اون كومونتير قولوا لي وعطوني دوطخ ايدي ديال دي فيديو اللي بغيتوني نديرهم. كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في اون اوتر فيديو. باي باي بيزو.